مرحبا. بالنسبة للـ Emotion Recognition in Context، هذه library اسمها emotic، من عملية training ومساوينا فينا نستخدمها المستخدمين اللغة، فلازم يكون في طريقة لحتى نقلعه. أنا ما قلعته بصراحة، ما عملت اللغة ران، يعني ما جربته على شي صورة، يعني لحتى أجربها من عندي وهيك، بركي نسويها بعدين. بس هيدا مثل يعني مقدمة سريعة على هاللايبرري، بس حبيت ألفت النظر لها. يعني فكرتها مهمة لأنه بالكونتكست، فمش بس بيعتمدوا على المنظر الوجه، بيعتمدوا كمان على المكان اللي هو فيه وهيك، إنه حتى المكان بيلعب دور يمكن، أو مثلا إذا عم يحكي مع حدا تاني أو شيء هيك. طبعا كله أساسه هو الليبلينج على الأرجح. هذا الشيء تم بالتريننج بكل الأحوال. ما بعرف ليش ما في لا ايشوز ولا بول ريكوست، بينتا ما حدا مهتم فيها للايبرري، ما بعرف ليش. معك الأحوال أنا حسيتها مهمة على أي داتا سات قد يكون مهم. في شيء تاني كمان، مش فيشل اكسبرشن ولا ايموشن ديتكشن، مش فيشل اكسبرشن، هي بالحقيقة هي اسمها فيس الاينمنت لايبرري. وهون هذا اذا حدا بده يعمل لها تريننج، هيدا اذا حدا بده ما بعرف يفوت بالتفاصيل، بس مكتوب باللغة بفتكر، وانا اللغة ما بعرف بحكي الاحوال، اسمها فيس الاينمنت، كتير مهمة. وهون حاطين لايبرري بيقدر واحد يستخدمها كابليكيشن. فعلا انا نزلته لهيدا وفتت هون على الاكزامبلز وعملت ران لهذا ال الجوبيتر نوت بوك، واخذت و يعني هيك بصير بيطلع بحاله، بيعرف الانف وين والعيون كذا هيدا. وبيعمل شيء بعد اهم من هيك كمان، بيعمل شيء اكيد اذا فيديو عم يتحرك اكيد في حركه، مهم انه شغله عظيمه. هي من هون المعلومات قاعدين بالديتكشن، يعني بيقدر الواحد يعمل له بروسيسنج مثل ما هو بده. هذا مثلا قد يكون هذا الاكس، هذا الواي، وكل واحد حجمه يمكن شيء 86 او 60، وينو كل واحد حجمه شيء 68 طول وعرض، يعني شو اسمه مثل 68 بوينت هيك و 68 طلوع نزول وطلوع. وحتى هون كمان في هون نقط هيك مبينين، يمكن انتم مش شايفينهم بس هن موجودين كمان، يعني اذا واحد بده يعمل. ففينا نستعملها بالباتش، يعني انه كمجموعه لمجموعه من الصور او صوره صوره. بعمل بعض شيء اهم من هيك، فينا بعد نشوفها بال 3D، يعني بيقدر هو يرسمها بال 3D ويتخيلها وشي هيك. ما سويتها بس انه تتساوى. انا عدلت شوية صغيرة على بركي، هيدا بحطه كمان على الجيت هاب، انا هلك حطيتهم. يعني لابد كتير مهمة بالنسبة للابليكيشنات اللي موجودين على الابل ستور وهيك. في هيك مثل واحد بيحط صورة أرنب على حاله أو صورة ملاك أو صورة ما بعرف شو هيك بيتحرك معه، فهذا هو أساسه. مثلا على الأنف كانوا يحطوا مثلا أشكال وهيك، ويحطوا أشكال هيك بتتحرك طلوع ونزول ما بعرف شو. وأكيد كان يفهمها 3D، يعني لحتى يعرف يسويها. هلا بس لحتى أنا أفهم الطريقة اللي عملوها 3D ساعتها بركي بعمل فيديو تاني عليه. فهذا كان بس introduction. في عنا كذا طريقة لحتى يعني بيعتمدوا هنا على كذا آلية لحتى يعمل هالديتكشن المهم. في عنده طريقة اسمها SFD، وهي هون هو محددها بالSFD. في عنده طريقة تانية اسمها أو algorithm تاني ما بعرف اسمه Blaze Face. بكل الأحوال عرف يعني عمل detection بكل الأحوال. هلا انا كنت عم باخد صور من الكاميرا تاعت اللابتوب، عشان هيك حطيت هون زيرو، ولا هو بالاصل كان شي MP4 فيديو فايل. هذا كل شيء، هذا مثل المقدمة.
إذا لقيت أشياء تانية مهضومة ساعتها بركي بخبرك عنها. مبدئيا بس هيك، بالتوفيق يا شباب.